بدايه يعني لازم ما فوتش الفرصه قبل ما اشكر اموال الغد والقائمين على المؤتمر على التكريم اللي مش بعتبره تكريم ليا انا قد ما بعتبره تكريم لكل زمايلي لكل الناس اللي شغاله على المشروعات المختلفه. الحمد لله كانت سنه ناجحه جدا سواء لمصر او لينا. الحمد لله في خلال السنه اللي فاتت دي قدرنا ان احنا نضيف مشروعات كبيره من ضمنها مشروعات في طاقه الرياح بقدره 1100 ميجا وات، وده يعتبر اكبر مشروع طاقه رياح في الشرق الاوسط. شغالين برضو مع الحكومه في مشروعات تحليه المياه. غير تحليه المياه عشان ما اطولش عليكم، في مشروع مهم جدا اللي هو الجرين هيدروجين او الهيدروجين الاخضر، وده ان شاء الله باذن الله هيتم تنفيذه في القريب العاجل. اعتقد ان مشاريع البنيه التحتيه في اي دوله وفي مصر خاصه بتكون دايما استثمار مستقبلي على المدى الطويل، هيستفيد منه طبعا المستثمرين والمطورين، وبعد كده طبعا الشعب نفسه هيستفيد منه، سواء كانت دي المواصلات، سواء كانت مستشفيات، سواء كانت بنيه تحتيه عامه كسكه حديد. ده اول حاجه بيفتح المجالات للتنميه اللي بيشجع الاستثمار، بيخلي الحياه اسهل للمواطن الموجود في الشارع العادي. يمكن ما يكونش تاثيره هيبان دلوقتي على طول، بس تاثيره هيبان على المدى الطويل اكتر. الحمد لله الخطه المستقبليه في الشركه في مصر ان احنا عندنا مجموعه من المشروعات الكبيره سواء في مجال المواصلات او في مجال السياحي. الخطه المستقبليه الثانيه ان احنا بنعتمد على مصر دلوقتي كدعامه لمكاتبنا في منطقه الخليج للتنميه والتطوير هناك، فده هيساعدنا ان احنا عندنا الحمد لله كوادر موجوده هنا بتساعدنا كتير للعمل بتاعتنا سواء في مصر او في شمال افريقيا او في الشرق الاوسط. المؤتمر في دورته السنه دي بيبرز فيه عدد كبير من الحضور اللي اثرى المؤتمر بكلماته وبوجوده، وان شاء الله باذن الله دايما يا رب متجمعين في كل المناسبات اللي فيها رفع الاقتصاد المصري. الخطط المستقبليه ان احنا دلوقتي كمقاولات شغالين حاليا في مصر وفي الامارات في السعوديه وفي قطر، وبنفتح دلوقتي حاليا في ليبيا وبنفتح في العراق. ان شاء الله باذن الله كمان في التطوير في عندنا مشروعات بنحضرها دلوقتي ونازله في خلال السنه او السنه ونص الجايين ان شاء الله باذن الله. طبعا القمه المعموله معمول فيها مجهود كبير جدا، فكره اصلا يبقى في مجله بتهتم ان هي تكرم الشركات والستارت ابس والمؤثرين وكل الفئات دي حاجه جميله جدا، صعب ان احنا نشوفها بالمستوى ده. فطبعا انا كنت جاي بصراحه مش هضحك عليكم، انا كنت جاي يعني مش عارف ايه اللي اتوقعه، بس لقيت حدث كبير جدا ووجود طبعا وزراء وشركات كبيره واسامي كبيره. فطبعا انا يعني مبسوط، حاسس ان انا يعني ايه مبسوط ان انا في وسط الناس دي بصراحه. الحقيقه دايما الواحد بيحب يشارك في الايفنتات بتاعتكم، الحقيقه بيبقى فيها لفيف من الصفوه اللي موجوده في المجتمع من رجال اعمال ورجال بنوك. التكريم هو اشاره ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، بيدينا دافع ان احنا نعمل اكتر، بيدينا كمان دايما اشاره ان احنا بالمجهود وبالتعب ربنا بيكلل جهودنا بالنجاح، وان شاء الله اللي جاي احسن كتير.